بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على أفضل حال، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وينفع بكم. لا تنسوا مشاركة المقطع قبل بدايتي، لا تنسوا مشاركة المقطع مع إخوانكم لعل الله ينفع به وبكم. الكثير من الناس عندهم سحر أو عين أو كذا سببت له في ضيق في الصدر، ضيق في الصدر، فلا يتنفس جيدا ويحس بكتمة في صدره ويحس بشيء كأنه حجر على صدره وتقل على صدره ويحس بغم وهم على صدره. أقول لك خذ مسكا أسودا أصلي، مسكا أسودا أصلي، وإذا لم تجد المسك الأسود خذ ماء مغلى، ماء مغلى، ضع فيه هذا الماء مغلى، خذ منه الملح. إذا وجدت المسك، إذا لم تجد بديله الماء المغلى، يعني الماء اتركه يتبخر جيدا حتى يخرج منه البخار، وقرأ عليهم صورة الانشراح 21 مرة أو أكثر على حسب طاقتك كل يوم قبل أن تنام. ذلك المسك الأسود الذي قرأت عليه صورة انشراح 21 مرة، بسم الله بسم الله، أو ذلك الماء عندما تقرأ عليه صورة انشراح 21 مرة أو أكثر بخار، خذه بسم الله بسم الله، يعني 7 مرات أو 8 مرات، ثم اترك كل يوم. إن شاء الله ستحس بأن الضيق الصدري زال عنك، وبإذن الله ستزول العين من الصدر، وحتى الشيطان إذا كان ساكن صدرك إن شاء الله سيتعذبه، قد يخرج بإذن الله عز وجل. لا تنسى المشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.